فاحنا كده اهو قدرنا نعمل عمليه اضافه، بنقدر نعمل عمليه اضافه. يعني مثلا انا عندي يوسف محمود، انا لو عملت اضافه، لو عملت مثلا هنا يوسف محمد محمود اسف، وقلنا يوسف يوزر نيم يوسف 2020 @جيميل و اي بي سي ده الباسورد بتاعه، انا عملت اضافه شغال الاضافه، برجع اتاكد الليسته بتاعتي بتريفرش وبتجيب لي يوسف اهو اضاف، عرض البيانات شغال. نقدر نعمل ايديت، يعني لو رحت على عمر محمد قلت له ايديت، اقدر اقول عمر محمد مثلا ايه، عمر محمد احمد مثلا، واخلي الايميل بتاعه عمر 2020. طبعا من غير بس اللي هو خلاص احنا قايلين ان احنا عملنا له ريكوايرد، هو كده كده رافض، لازم ندخل الباسورد. وقلت له ايه 1 2 3 4 5 6 7 عشان بيعمل ايديت يوزر، عملنا ايديت، خلي البيانات اتعدلت، اروح اتاكد انه بقى اسمه عمر محمد احمد، روح للسته عمر محمد احمد. تمام. طب انا عايز احسب حد، ادي علي عبد الله مثلا 2020، اقول له ديليت، هيقول لي انت متاكد انك عايز تحذف؟ فقلت له يس ريموف. قام عمل ريفريش، تلاحظوا ان مين؟ عمر عبد الله ماله؟ اختفى. لكن عملنا اضافه، عملنا تعديل، عملنا حسب، عملنا عرض، عرضنا البيانات، كل العمليات الاساسيه كراد اوبريشنز اتبرمجت، كل كراد اوبريشنز اتبرمجت. على العموم احنا كده خلصنا كل العمليات الاساسيه. يمكن انا محتاج منكم انتوا طبعا يا شباب، انتوا واخدين مرحله كويسه جدا رغم ان انتوا شباب يعني صغيرين كلكم اعداديه بس او تقريبا يعني، لكن وصلتوا مستوى كويس. فانا عايز منكم مفيش حد ما يعملش البروجكت ده. انا فاضل لي ممكن ازود لكم السيرش المره الجايه، تمام؟ ممكن اعملها لكم برمجاكم، مع انكم المفروض تعملوها بتاعهم برمجه مش قضيه. لكن اللي انا عايزه ان انا المره الجايه الاقي كل الناس عامله كل العمليات. مفيش عمليه ناقصه. كل العمليات تكون خلصت. ده التاسك بتاعكم. لان دي اهم مرحله، انك تبقى عارف تعمل كل العمليات مع الداتابيز. تعرف تعمل كل العمليات مع الداتابيز. وبتعرف تركب الداتابيز والباك اند بتاعتك الاي بي اي ريستفول اي بي اي، وعارف الفرونت اند، والفرونت اند بيتكلم الباك اند، والباك اند بيتكلم الداتابيز، وكله تمام. والعمليات بتاعتك متوافقه، التعديل لحسب البحث لعرض بيانات كله تمام. فالمرحله دي هتخليك تبقى انت راسخ في العمل، يعني خلاص بقى يعني ايه بقيت واثق من حركتك. عشان نبدا ان شاء الله بعد ده على طول مباشره هنبدا بروجكت بقى واقعي، مش عمليات بس. خدنا العمليات خلاص، عرفنا كل العمليات، هبدا بروجكت واقعي كامل. يعني مثلا شركه هتكون عاوزه داتابيز يعني بس ساعتها بقى ممكن تلاقي حاجات بتتكرر. يعني بنعمل اللي عملناه عملنا ده مثلا في جدول، هنعمله في جدول 2 3 4 ونكمل بقى، وشاشات بتسمع في بعض ونبدا ناخد بقى مراحل تفصيليه، وناخد ادوات ادفانسد شويه. عندي احنا كده اشتغلنا المره دي بيور. يعني ايه بيور؟ عشان HTML وجافا سكريبت، وعملنا كل العمليات بتاعتنا بالبيور. لكن ممكن ننزل ادوات، ممكن نشتغل مثلا انجلر، ممكن نشتغل اوراكل جيت، ممكن نشتغل ادوات بقى ايه امكانيات احسن واقوى ونقدر نشتغل بيها ونطلع شغل اقوى بكتير. او ممكن نشتغل بيور مش قليل في البلد، يعني حاجه قويه جدا، ننسق الشغل بتاع الباك اند بشكل اقوى، يبقى بروفيشنال بدل ما احنا عاملينه على بعضه. لا، نعمل نشتغل حاجه اسمها ديزاين باترن، نعمل يعني عايزين نرقى في المستوى بتاعنا. فانا مش عايز قبل ما ارقى في المستوى يكون الناس واقع منها اي شيء في الجزء ده. تمام؟ ده التاسك بتاعك. اشتغل موقع كامل. عايز، ما احنا قلنا نعمل شغل موقع كامل. هنبدا نعمل موقع بنور الدين. نعمله بقى الداتابيس بتاعته. يبقى في موقع الطالب بيعمل فيه ريجستر، او انت بتعمل فيه ريجستر، تشترك، تعمل لوجن، تخش في بيانات عندك مثلا، والادمن بيخش، الادمن بيقدر يعدل البيانات ودي بيانات جديده، يعمل مش عارف ايه وهكذا. فاهمني؟ نعمل حاجه متكامله. ايوه انا قصدي كده بقى. نعمل مع بعضنا حاجه متكامله. بس ما ينفعش بقى تبقى واقع مثلا تيجي تقول لي اصل انا الداتا بيز نسيت افتحها. معقول؟ او نسيت افتح الباك اند، او مش عارف عندي، او انا مش بعرف اعمل اضافه، او ما بعرفش اعمل تعديل. لا، انا عايز اقول لكم تكونوا خلصتوا كل العمليات الاساسيه دي، كراد اوبريشن، اضافه وتعديل وحسب وبحث، دي حاجه اساسيه قوي، وعندكم مركبين كل العناصر مع بعض، ونبدا بقى بروجكت بشكل بروفيشنال اكتر، وفي نفس الوقت في عمليات دي احنا عايزين نعملها كلها بالكامل.
شو هذا اللي انت عايزه؟ ايوه بالظبط. بس انا جربت ان انا اعمل حاجه دي بس ما عرفتش اعملها خالص. هنعملها بقى مع بعض، هنعملها مع بعض ان شاء الله. بس اطمن ان انتم مخلصين الجزء ده. انا مبسوط ان انتم وصلتوا المستوى دوت كطلبه، يعني لسه في بداياتكم ولسه شباب يعني اعداديه وبتاع، كمان شويه هتبقوا بقى ان شاء الله كمان حاجات بسيطه هتبقوا حاجه قويه جدا، وهنعمل حاجات قويه جدا. فانا وهنعمل حاجات يعني مستواها عالي، مش بس عملات اساسيه، ده انتوا ان شاء الله تبقوا اعلى من كده. بس كويس ان وصلتوا المرحله دي. انا مش عايز اي حاجه تفوت منكم بقى، لان احنا كده يعني انا خلصت. انا عايز هبدا بروجكت متكامل، فعايز الناس كلها تكون كل الاجزاء دي مخلصاها 100% عشان نبدا البروجكت متكامل ان شاء الله. البروجكت المتكامل دوت يعني مع حد حقيقي بيكون عاوز ويب سايت وكده؟ مش مهم يكون حد حقيقي او حد فيرتشوال، احنا عايزين نعمل بروجكت في 1 2 3 4 10. نقعد نعمل 1 2 3 4 10 عرفنا نعملهم خلاص. تمام خلاص بقى، يعني ما عرفنا نعمل العمليات اللي احنا عايزين نعملها خلاص، كل الحاجات اللي بعد كده كلها سهله. حتى لو في حد ليه طلب بقى، لو حد حقيقي ليه طلب مختلف من مش طلب مختلف نقدر نعملها، مش مشكله خالص. ماشي يا شباب؟ تمام. Oh.